الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ففي هذه الآية المباركة من كتاب الله العزيز بين الله تبارك وتعالى ما يغتر به الكفرة والمشركون والمتكبرون، وهو أولا العشيرة والكثرة، فسببهم الله تعالى ذلك يوم القيامة من قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وثانيا الأموال والممتلكات، فسلبهم الله سبحانه ذلك من قوله: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وثالثا اعتقادهم النفع والنصرة في معبوداتهم ودياناتهم الباطلة وهو ما سيعلمون زيفه وبطلانه يوم القيامة من قول الله عز وجل: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.